لتحضير فطيرة المربى مع اللوز، احنا بحاجة الى قطع عجينة باف بيستري مذابة، مربى توت او اي نوع من انواع المربى المتوفرة، او اللي هي الحلاوة الدهن من الكسيح. لتلميع العجينة اخفق بيضة مع معلقة كبيرة من الحليب السائل ومعلقة صغيرة من الخل الابيض. أما بالنسبة للتغطية، جيبي لوز مبروش خاص للحلويات بالإضافة إلى سكر بني من الكسيح. نعم، طبعا موجود الحلاوة بكل مكان، وهاي فكرتهم كانت بمصنع الكسيح للمدارس للساندويش، للي بتعمل لزوجها ساندويش وهو طالع على الدوام الصبح، بتعطي طاقة وبكفي إنها مفيدة، يعني حلاوة. يلا بسم الله، رح نجيب عجينة الباف بيستري مذابة، يعني من الفريزر على الثلاجة مش على المجلاة تخرب. عجين متراص، طبقات متراصة من الزبدة، لا بدنا نمدها ولا بدنا نشتغل فيها، رح نشيل الورقة المانعة للالتصاق، وبعدين رح نجيب المربى أو أي حشوة أنت بتحبيها، حشوة مثلا تفاح وقرفة، جوز، مربى، مربى أنت عاملتي بالبيت زاكي، حلاوة، شوكولا، يعني اللي بدكم إياه. حطي كمية وفيرة لأنه هاي العجينة رح تنفخ ويصير عندي عجين كتير. بعدين رح نقلب، خلني أشقلبها هيك عشان تزبط معي، ما رح أغير. بعدين شوفي ما إجيت كبستها، خليت هون في مجال. ليش هذا المجال؟ هيا عشان لما تنفخ العجينة مع حرارة الفرن رح يسيح معاي السكر الموجود في المربى، فرح يعبي الفطيرة، وهيك بكون مش عم باكل عجين، الحشوة قاعدة بالنص أو قاعدة بطرف والطرف الثاني فاضي. بعدين بطرف الشوكة رح نعمل هذا الشكل ونجوع. نجيبها على صينية بهالطريقة هيها، ونعمل كمان حبة سريعة، كمان حبة على السريع، وحشيها اللي بدك إياه زي ما حكينا. كمية وفيرة، يعني إحنا بنحكي عن معلقة لمعلقة ونص كبار من المربى. وفي مربيات بالسوق على فكرة، وفي قسم خاص للأشياء اللي فيها سكر قليل بالمؤسسة، للناس اللي بتعمل دايت أو عندها تحسس إلى آخره. جيبي، مش غلط، بزبط، سريع، يعني بتعملي لك كمية بشكل سريع جدا. رح نلمعها، خفقت البيضة مع شوية حليب سائل والخل الأبيض عشان يطير ريحة الزنخ تبعت البيض، والحليب بيعطيني اللون الذهبي. بعدها رح أحط سكر بني عشان يتكرمل على وجه حبات الفطاير من فطاير المربى. بعدين روحي على المطحنة في المؤسسة وجيبي هذا اللوز المبروش للحلويات خاص، لا تشتري مبكت، اشتري بالوزن، دائما بيكون فريش. هذا رح ينحرق ورح يوقع، كيف ألزقه؟ رح نجيب الفرشاي من بعيد نقطي عليه هيك، منه بيلزق ومنه بياخد لون حلو بالماء بدون ما ينحرق. ولما تطلع النتيجة النهائية رح تطلع إشي فخم كتير وحلو صراحة. بتحطيه على قاعدة لونها غامق عشان تبين معك. رح أرفع لكم التنتين علشان تشوفي الفرق. لا تفتحي عليها الرف الأوسط بدون مروحة 180، وهدي بالك عليها. شوفوا كيف هاي كانت، تمام؟ خلينا نشوف كيف اللي نفخت. هاي طلعي فطيرة منفوخة، عشان هيك مش لازم نمدها. شوفي شو عمل، كرملة، بصير يقرش من فوق، اللوز ما انحرق وما وقع، لزق واللون تمام. وهذا اللي من جوا مربى توت. فأنتي حرة بطريقة الحشي بالحشوة المطلوبة واللي بدك إياه. رح أجيب صحوني للتقديم، لا ما بدنا نحمرها من فوق، من فوق ومن تحت، بعطيها كعب على 180 بدون مروحة، وبعدين طلعيها وبتسوي لأولادك تحلاية بهالبردات بباكيت باف بيستري ومربى من البيت. والمربى كمان إذا حطيتي مكان المربى حلاوة، لسه إحنا بنحكي بإشي أفيد وأفيد. فأنت خذي الفكرة وبناء عليها اعمل اللي بيحلالك. يلا بسم الله، رح نقدمها بطريقة حلوة ونعمل ضيافة مرتبة من لا شيء. أنا عارفة إنه ما فيش إشي رخيص وما في إشي ببلاش، ولكن حركات بسيطة بتفرق كتير عن أي طبق ممكن أنت تسويه، إن كان بالتكلفة أو بالطعم. تتاكل وزاكية وطعمها 5 نجوم صراحة، رح تدعولي عليها. وطلعنا من الباف بيستري كمان طبق حلو مشخص ولا لا؟
سكر البني هل يمكن استبداله بالأبيض؟ لا، الأبيض رح يحرق العجين، ديري بالك. أخذنا البني عشان أكرمل المزيج، فأنا بدي أخذ منه كرملة وتضل مبين معاه، يعطيني تحميرة للفطيرة، ما بدي أشوف إشي مش حلو، بدنا نشوف إشي حلو لأنه المنظر سبحان الله دايما هو اللي بيسرق النظر. وهي يا ستي العزيزة كمان شوفي، ما ألطف هالتقديمة ما أجملها. تمام هيك. رح نجيب كوبتين فراولة بهالطريقة ونقول صحة وهنا وألف عافية على قلوب الغوالي، إن شاء الله بتاكلوها بالهنا والسعادة وراحة البال يا الله. وهي شوية فواكه، حكينا كتير عن موضوع الفواكه والبريز، والفلفل هذا المكسيكي مش حار للي بسأل، وبنفس الوقت متوفر. تفاجأت بسعر العلبة صراحة، 5 علب بدينار و40 في المؤسسة، بينما برا بشتري العلبة ب75 قرش. فدائما اللي بيروح على السوق بيقدر يشوف فرق واضح بالأسعار باختلاف الأماكن. بدي أودعكم على أمل اللقاء بكم غدا إن شاء الله تعالى. الكمبير التركي سويناه كتير بناء على طلب شاب صراحة أردني مقيم بالخارج بدرس طالب علم، بحب الكمبير التركي بس بده إشي سهل وسريع لأنه مش ضابط معاه يشوي البطاطا. بكرة يا محمد إن شاء الله شاب أردني مقيم بألمانيا، لعيونك الوصفة رح تكون، ورح نعمل كمبير بس بالصينية، اعملي بسرعة ومشي الحال والطعم واحد. أما بالنسبة للطبق الثاني فرح يكون فتة بطاطا حرة، بطاطا الحرة من المقبلات اللبنانية، ولكن ممكن نسويها فتة بدل ما تكون مقبلات ناشفة. غدا إن شاء الله تعالى بشوفكم على خير وسلامة، بترككم بأمان الله، ديروا بالكم على حالكم، باي باي.